كعادتها ها هي المرأة الجزائرية تثبت تواجدها القوي في المواعيد الانتخابية بتسجيل حضورها التفاعلي في الحملة الانتخابية تحسبا لرئاسية 7 سبتمبر. مختلف القاعات الحاضنة للتجمعات وكذا النشاطات الجوارية للمترشحين لا تكاد تخلو من تواجد العنصر النسوي الذي يثبت مدى وعي المرأة الجزائرية بالرهانات السياسية للبلاد. المرأة مدرسة، مدرسة الأجيال، والمرأة لازم تحضر في هذا باش تشوف لافنيغ دو لالجيري. جيت حضرت اليوم التجمع هذا ولاق بيا التجمع، ماذا بيا النساء كامل اللي يجوا يحضروا لهذا التجمع. يعلل العديد من النسوة سبب حضورهن لمختلف التجمعات الانتخابية للتعرف على برامج المترشحين، غير أن الكثير منهن يجمعن أن دورهن الأساسي يكمن في تحسيس أفراد الأسرة بأهمية الانتخاب والتواجد بقوة يوم الاقتراع كواجب وطني. إنها المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي نصف المجتمع اللي عندها تلعب دور هام خلال تحسيس العائلة تاعها، تحسيس الزوج تاعها، الأولاد تاعها بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية. المرأة التوعية تاعها العائلية في التوعية تاعها الأسرية والتوعية مع الزوج تاعها مع أبنائها هي اللي راح تعطينا الدعم إن شاء الله ويكون المشاركة بقوة. كونوا مستعدين إلى يوم 7 سبتمبر بقوة من أجل حب الوطن وأجل جيل الغد. مثل ما شاركت بالأمس في مهمة تحرير الوطن، ها هي اليوم تواصل مسيرة النضال بثبات. المرأة الجزائرية لا تزال تعطي الدروس بالمشاركة الإيجابية لكل ما تعلق بمستقبل الوطن.